اليوم جينا قدام الميور كيف ما كتشوفوا باش نعاودوه. اول مره كندير في 2016 من باغ لارتيست اندريك بيكيرش اللي كنخدم عليه في اطار واحد المشروع اللي سميتو تريسي موروكو. هو واحد الحيط من 12 حيط اللي كان داروا في اطار هذا المشروع هذا وفي بزاف ديال البلدان. هذا الحيط غنعاودوه اليوم حيت تقشر شويه كان خاصو يتعاود ورجعوا بصوره اجمل والناس حتى هو كانوا بغاو يرجع. الناس خافوا حيت شافوا كيتمسح وكيتصبغ كيحسب اليوم صافي غيمشي. حنا كناكدوا لكم اللي الحيط غير كيتعاود حتى حنا ما سخيناش به وما بغيناش حتى واحد ما يقدر دابا يشوف مراكش ويجي لمراكش وما يلقاش هذا الحيط. الناس فريمون حنا كيشرفنا ان الناس كيجيو لي توريست من كل بلاصه المغاربه من كل مدينه اللي كيجي كيتصور حداه ولا كيريبريزونتي رمز من رموز الجداريات في المغرب وهذه حاجه زوينه وكتشرفنا وكنفتخروا اننا تعاملنا مع الارتيست اندريك بيكيرش. وحنا من لحد الان من 2014 حنا ديما كنتعاملوا معاه في اطار اقامات فنيه وفوالا سي سا. غادي نقول القصه سون بارلي دو ليستوار. الوغ عزيز هو واحد السيد مراكشي اللي كان انسبيرا لارتيست اندريك بيكيرش. تلاقى معاه في لا فونداسيون كان خدام تماك وعن طريقه عرف ناس اخرين من مراكش ومن جبل اطلس وهادو واحد الناس اللي فريمون معروفين بالعطاء ديالهم والكرم ديالهم وبالطيبوبه ديالهم وبالبساطه ديالهم وهذه حاجه اللي كتخلي اي واحد يبغيهم ومنهم لارتيست اندريك بيكيرش اللي من هذاك الوقيته هو كيخدم عليهم.